أكتر حاجة بيخاف منها مولود الحمل هي الروتين. مواليد الحمل بيملوا بسرعة جدا، مش بيحبوا الرتابة، الحاجة اللي بتمشي بطريقة مملة، وبيزهقوا بسرعة قوي. عشان كده بنلاقي ان مولود الحمل بيحب جدا التجديد، ما بيشبعش من انه يتعلم كل شوية حاجة جديدة، وبيتحمس جدا لمعرفة كل شيء جديد. بيحب يعرف الأفكار الجديدة، يحب يتعرف على أشخاص جديدة، يحب يشتري لبس جديد، فدايما متحمس إنه يعمل حتى مشاريع جديدة وأفكار جديدة ويطلع بأفكار جديدة. مولود الحمل يعني مولود في بداية الربيع، ودايما الأبراج اللي بتبقى مولودة في أول الفصول بنسميها الأبراج الأصلية أو الأبراج الحمراء، ودول يعني برج الحمل والسرطان والميزان والجدي، دول الأربع أبراج اللي بيحبوا دايما البدايات الجديدة ويتحمسوا جدا لأي شيء جديد. لكن الحمل الشخص الوحيد فيهم اللي بيكون ملول جدا وبيمل بسرعة، ودايما خايف من نفسه انه يزهق او يمل، لان ده بيتسبب له دايما لما بيزهق ممكن يتسبب له في مشاكل ويبقى عصبي الى حد كبير.